في بورو برانس عاصمة تاهيتي، وخلال مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة والرئيس ميشيل مارتيلي، قتل رجل بالرصاص، ولم يعرف إن كانت الشرطة قد أطلقت النار عليه، لكن المتظاهرين يتهمونها بقتل الشعب كما يصرخ هذا الرجل. المتظاهرون كانوا يحاولون اقتحام حواجز الشرطة للوصول إلى القصر الرئاسي فمنذ أسابيع عدة، والمظاهرات المعارضة للحكومة مستمرة متهمة الرئيس بمحاولة إرساء الدكتاتورية. وكان ميشيل مارتيلي قد أعلن مساء الجمعة أن رئيس الوزراء لوران لاموت مستعد للاستقالة، وذكر أن اللجنة التي شكلت لإيجاد حل للأزمة قد أوصت بدورها باستقالة لاموت. هايتي مهددة بفراغ سياسي في حال انقضاء موعد انتهاء ولاية البرلمان القائم، وهو منتصف كانون الثاني يناير المقبل. حينها سيتمكن الرئيس مارتيلي بإدارة البلاد بمراسيم اجتراعية.